ما المقصود بالعادات؟ العادات دائما هي القرارات والتصرفات اللي يقوم فيها بشكل يومي، يعني سلوك معين يعمله الإنسان على فترة طويلة، بعد ذلك هذا السلوك أو هذا القرار أو هذا التصرف يكون بشكل عادات. ودائما العادات هي عادات الأكل، عادات النوم، عادات الجلوس، عادات القيادة، عادات التعامل مع الآخرين، تشكل تقريبا 40% من سلوكنا اليومي. إذا 40% من سلوكنا اليومي هي عادات، إما عادات جيدة إيجابية أو عادات سلبية اكتسبناها. كيف الإنسان يكتسب العادات السلبية؟ ولذلك كثير من الناس يقول أنه العادات والدراسات أنه العادات تنشأ بسبب الضغط والملل، فيجد الإنسان مخرج له من هذا الضغط وهذا الملل أنه يعمل حاجة معينة يمكن تشبع رغبته، تخفف عليها الضغط أو تخفف عليها الملل، وهذه من الأشياء اللي أحيانا تؤدي إلى اكتساب العادات السلبية. وحتى نتوقف أو نبدأ بسلوك معين، يقال يعني هذه أيضا دراسة من الـ European Journal for Social Psychology أنه في المتوسط تحتاج 66 يوم ليصبح السلوك الجديد تلقائي. إذا بديت بحاجة معينة مثلا تعملها بشكل يومي لتصبح عادة، تعملها بدون حتى ما تفكر فيها بلا وعي صارت عادة بالنسبة لك، تحتاج أن تعملها لمدة 66 يوم. يمكن نتفق أو نختلف حسب العادة،